اللي قدامي ومحتاجين نتكلم فيها اللي سألته سيادتك اللي هو فكرة قد يكون الجنين مشوها وبالتالي أهل الذكر أو المختصين يقولوا بالإجهاض. واحنا عندنا نفرق بين حالتين. الحالة الأولى وهي مرحلة ما قبل نفخ الروح في الجنين، والحالة الثانية مرحلة ما بعد نفخ الروح. متى يتم نفخ الروح في الجنين؟ كما أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الروح تنفخ في الجنين بعد في 120 يوم، وهذا ما أثبته الطب إن كانت هناك بحوث على هذا الشأن. لكنني أقف مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نفخ الروح يتم في الثلاث شهور الأولى، في الأربعة أشهر الأولى، الأربعة أشهر الشهر 30 يوم، مظبوط، 120 يوم بتبقى في 120 يوم. ال 120 يوم بينزل الملك فينفخ فيه الروح ويكتب أجله ويكتب رزقه وشقي أو سعيد. دي أمور غيبية علمناها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحن نؤمن بها كما أخبرنا رسول الله. شقي أم سعيد؟ يعني هو منذ النطفة ومعلوم أن يكون شقيا أم سعيدا في الدنيا؟ لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى أزلا أن هذا الشخص عندما يبلغ سيخير، يكون مختارا، فسيختار هذا الجانب على هذا الجانب. جميل. ولذلك أنت الذي اخترت. عظيم. في 120 يوم دول بقى؟ في قبل 120 يوم بيكون فيه عند الفقهاء تخفيف شوية لأي مبرر يمكن أن ينزل الجنين، ومنها التشويه. لو كان الجنين مشوها قبل 120 يوم أو مرض واكتشفنا فيه، أو مصاب بمرض سيكلفه شقاء في حياته، لكن كل ذلك نحن لا نستطيع أن نكتشفه. حتى الست لما تيجي تقول ده الجنين مشوه عندنا، ولا إيه اللي عرفك؟ يبقى نرجع لأهل الاختصاص، الطبيب تقرير طبي بناء على فحوصات معينة. عظيم. الطبيب يقول والله بناء على كذا. ده في 120 يوم الأولى، في قبل 120 يوم. كويس. يجوز في هذه الحالة، وبنعطي لما الطبيب يطلب منا فتوى نقول له لا مانع من إجراء، لأن الأطباء أيضا، وهذه الطبيعة مصرية، يعني مع أنه هو طبيب وماهر و يعني متخصص ويعلم حقائق الأمور، لكن يستأنس برأي الدين، لكنه يتحرج بشدة في إنزال هذا الجنين. عظيم. حتى قبل 120 يوم ما دام في حمل يحتاط هو، ونحن معه في هذا الاحتياط. ولذلك لما عرضنا حتى قضايا تنظيم النسل، والبعض ظن ان آية ان قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق بيظن ان تنظيم النسل داخل في هذا الاطار، هذه الايه في قتل للولد. فقلنا له والله ده ما فيش ولد اصلا، ده تنظيم النسل ده معناها ان هي حيلوله بنحول بوسائط العصر الموجوده بين التقاء الحنوي بالبويضه، ده ما فيش اصلا تلقيح حتى نتصور وجود جنين اصلا. لكن لما يتم تلقيح بالوسائل او مع غير الوسائل ووجد جنين، لابد أن نحتاط في أمر الجنين شرعا وقانونا، ولذلك الإجهاض لا يجوز قانونا، حتى في قانوننا المصري الأطباء، وأن أحدا لا يراه، وأن أحدا لا يخبر عنه، وأن أحدا لا يحاسبه لأنه لم يثبت عليه، ومع ذلك هو في احتياط شديد جدا، ويقول لمن يريدون وعنده المبررات اذهبوا الى المتخصصين هل يجوز الاجهاض او لا يجوز. لكن بعد 120 اصبح انسانا، ولذلك بنقيسه على الانسان الموجود في بالضبط. على قيد الحياه. مظبوط. هل يجوز لي ان اقتل هذا الانسان الموجود رحمه ورافه به؟ القتل الرحيم اللي احنا بنسميه القتل الرحيم، يعني حتى لا يتعب في هذه الحياه، لا يجوز بحال من الأحوال. والقتل الرحيم أيضا في الكبار لا يجوز. لا يجوز بحال من الأحوال. عظيم. لا يجوز. لكن في حالة واحدة بنجيزها، إذا كان هذا الجنين في بقائه إهلاك لنفس الأم، يعني في خوف وخطر على حياة الأم، في هذه الحالة لا نضحي بهذا الجنين إبقاء لهذا الأصل الذي هو السبب في هذا الجنين. يعني زادك الله من العلم والفضل والخير في هذا الشهر الكريم، وأشكرك شكرا جزيلا، وأترككم في رعاية الله وأمنه، ورمضان